أتذكر أيام المريول المبكر واللي كتبوا في المقلوب لتدوم المحبة في القلوب، أهما بصوب والشرح بصوب، لما كنا نسمي الدويحة كعكة عشان اللي يسقط تيلة ضحكة. كان في أولى رابع دفتر وفوق طابع، اسم الطالبة حصة، لها نص الدرج والوضحة نصة، ونص السوالف ونص الفرصة، ونص انتبه يا بنت، ونص القرصة، ونص كان يا مكان، ونص القصة. أول حصة لغة عربية، والأبلة أتذكر اسمها زكية، ويا شطورة يلا أقري اللي عالسبورة، وكل من قرى جملة في دورة إلا حصة في حرف السين التأتأ فيه لما الحين استيقظت سمر من نومها، والصف يضحك كله 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 يضحك كله إلا وضحة تنطر باقي الجملة. تمليها حصة ترى سهلة. ومن باكر قامت وضحة عند السين تكحكحها، والصف حس في كسرة خاطر حصة وكله يه من باكر يكحكحها. لما وصلت لآخر صفحة التنمر فينا كلنا بس متنكر، خلنا نسوي ضجة صغيرة بس تتكرر، ضجة نقاوم فيها التنمر.